عم حاول نعمل براند جديد ان شاء الله اسمه تي او جي. بلشنا بالكولكشن الربيعي لهالناس تحس بالالوان الحلوه والموديلات الجديده. ان الله راد ناويين نتوسع ان شاء الله بس السوق شوي يعرفنا اكثر. على مهل شوي رح يكون عندنا كمان ويب سايت جاهز لنبيع على الويب سايت. فانا احنا عم نحاول نتوسع لنقدر نتواجد بكل الاماكن اللي بنقدر اكبر عدد من الكاستمرز او اكبر عدد من الزباين يقدروا يوصلوا لنا ويتعرفوا على منتجاتنا يحبوا موديلاتنا ويقدروا يلبسوها ويشتروها. احنا ابتدينا بالتياب والاكسسوارات وشوي شنط، وكل ما ناخذ كل ما نتقدم شوي بالوقت كل ما بدنا نتعرف اكثر على ذوق الناس، نعرف انه شو بحبوا ونصير نلبي طلباتهم. بلشنا بالاكسسوارات بالسناسل بالنكلس يعني اساور الايدين، وفي عنا ان هاوس ديزاينر يعني اللي عم بيصمم لنا الاكسسوارات موجود. احنا بنعمل الذوق العام ولو في اي حدا عنده اي طلبات معينه احنا ممكن نلبي له اياها بالنسبه للاكسسوارات. وبالنسبه للملابس كمان مزبوط، اي حدا بحب اي شيء اي موديل معين احنا بنلبي له اياه. أول شي بقول ألف مبروك لأمل صديقتي وأختي، وعن جد شي كتير حلو ومنوعة كتير بالتشكيل اللي عندها، وبتمنى لها كل التوفيق. الحلو إنه حبيت كل شي لأنه عندها السبور وعندها الشيك وعندها السهرة، يعني بتعرف نحن ستات بنحب نشكل ما بنحب نضلنا على نمط معين، بقى كل شي حلو عندها. حبيت إنه هو كل بيس is a unique piece، انه ما فيش البيسز اللي هو كذا قطعه من الموديل، هو القطعه الموديل قطعه او قطعتين which is perfect. فرقت على الاكسسوارات and it's beautiful، واجان القطعه هي بس قطعه واحده بس which makes it very unique. أول إشي لفت نظري الـ organization، المحل كتير مرتب، مزوق كتير، تقسيمة الأواعي بمحلها، الأشياء اللي casual مع بعض، الأشياء اللي formal مع بعض، الإضاءة كتير واضحة، الأشياء معروضة بطريقة مريحة، you know، فتحس إنه اللي بتدخل المحل immediately بتعرف وين تروح وكيف تنقي وتاخد راحتها. ف it's very nice بصراحة، كتير كتير يعني لفت نظري كل شيء موجود. collection very nice، بناسب بصراحة بناسب كل seasons يعني هون بالذات بدبي. it's a mix يعني ما بين الصيفي والربيعي واللي نحنا بنحتاجه يعني كنساء يعني هون.
والاكسسوارز لفتت نظري بشكل يعني كثير كثير حلوه، حتى عرضها رائع يعني كثير كثير حلو. لذيذة كتير جديدة أوريجينال، أتليست أنه مش مثل الكوليكشن بتشوفها بغير محلات. رأى ريلي بيوتيفول يعني بعد ما بلشنا نبرو، بس فيرست إمبريشن الفيترين التيب العالم عم بتقيس كتير حلو، كل شيء حلو. هلأ صاحبة المحل أوريدي مزوقة، سو which is normal يكون الكوليكشن حلوة.